والآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة وانطلاقات الكبار على أرضية هذا الميدان. تعلن انطلاقة شوطنا الثامن وهو الشوط الخاص بالزمول المهجنات الأصايل شعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. نسير مشاهدينا متابعين الكرام بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى هناك اللي قاد المجموعة بهذا الانطلاق الواضح والباين. نتابع ضاري على مقدمة هذا الشوط بالشعار منصور بن سعيد بن راشد بالرقراقي المزروعي يلي مع المركز الثاني. يأتي المهندس بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يتقدم على مستوى المركز الثاني بإنجازاته وتحدياته وسجله المليء بالتحدي وبالذهب. المركز الثالث من الجانب الآخر، نتابع أيضا القدوم في هذه اللحظات. المركز الثالث يأتي هايج لخليفة بن علي بن جاسم الرزي الشامسي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع أرى التحديات القادمة من الجانب الآخر. أرى هناك أيضا شعار سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي على ظهر صايب من يأتي على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات، زعفران بشعار أحمد بن فايز بن غفان اليابري ينطلق بدوره على مستوى المركز الخامس وعلى مستوى المركز السادس. أرى التحديات القادمة في هذه اللحظات مع الفيصل بشعار سهيل بن سليم بن حربي العامري متابعا للفيصل ينطلق بدوره على مستوى المركز السادس والسابع الانطلاقات. المركز السابع القدوم في هذه اللحظات والتسلل والتقدم مع أشقر لخليفة بن علي بن بخيت المسافري. ثامن الانطلاقات المتحر راشد بن قماش بن طارش المنصوري من ينطلق بدوره مع المركز الثامن. وتاسع الانطلاقات وصول من تكرم عينك لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري، بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر الأدهم القادم على مستوى المركز العاشر حمد بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري في عملية تضميره وتدريبه وانطلاقه على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. لنا عودة مع الصدارة والبداية، وأرى هناك صايب، أرى صايب من قاد المجموعة، صايب من انطلق بناموس هذا الشوط ماخذ له زاوية بهذا الانطلاق يتقدم مع السياج الخارجي ينطلق يندفع بناموس هذا الشوط مع مغادرتنا لحزام الغابات الأول. يتقدم صايب بناموس هذا الشوط بالشعار سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي في متابعته أيضا وانطلاقه واندفاعه بناموس هذا الشوط يليه مع المركز الثاني. مع المركز الثاني يأتي أيضا بهذا التقدم ضاوي بالشعار منصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي متابعا لتحديات ضاوي مع المركز، مع المركز الثاني. ثالث المراكز المهندس لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي ننطلق مع المركز الرابع كي أرى التقدم والتسلل
في هذه اللحظات مع زعفران لأحمد بن فايز من غفان اليابري متابعا منطلقا أيضا بهذا التحدي بالتحديات. زعفران ينطلق بدوره مع المركز الرابع خامس الانطلاقات خامس التحديات الفيصل للسيل بسريم بن حربي العامري يتقدم ينطلق الفيصل مع المركز الخامس سادس الانطلاقات سادس التحديات هايج الخريفة بن علي بن جاسم الرزي الشامسي بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع والأسامي القادمة في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المثير. المركز السابع يتقدم أشقر بشعار خليفة بن علي بن بخيت المسافري والمنتحر ثامنا راشد بن قماش بن طارش المنصوري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. المركز التاسع القدوم في هذه اللحظات مع شاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي ومع المركز العاشر الأدهم مع المركز العاشر لحمد بن هزيب بن محمد المسافري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام ندانا الثاني أكملناه للعشر المراكز المتقدمة والمسيرة تسير بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز لنا عودة مع الصدارة. وأرى هناك صايب يغرد خارج السرب وحيدا منطلقا مندفعا بناموس هذا الشوط وبهذا الانطلاق المثير والرائع بمتابعة وتقدم وانطلاق سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي من يقدم صايب يلي مع المركز الثاني ياتي الفيصل السهيل بن سليم بن حربي العامري يقدم هذا الاسم على مستوى المركز الثاني ثالث المراكز وثالث الانطلاقات. يصل المهندس مع المركز الثالث حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يتسلل بدوره مع المركز الثالث رابع الانطلاقات رابع التحديات هضاوي منصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي وعلى مستوى المركز الخامس من الجانب الاخر هايج لخليفة بن علي بن جاسم الرزي الشامسي سادس الانطلاقات سادس التحديات زعفران بشعار احمد بن فايز من غفان اليابري بمتابعة بو حمد الطبيب الشعبي من يتابع تقدم زعفران برقص الكبار ينطلق في هذا التحدي المثير والرائع. نتابع المركز السابع أشقر خليفة بن علي بن بخيت المسافري وعلى مستوى المركز الثامن المنتحر راشد بن قماش بن طارش المنصوري في متابعته. المنتحر مع المركز الثامن هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المثير وصايب. من يسيطر؟ من يتقدم؟ من ينطلق؟ من يندفع بناموس هذا الشوط يغرد خارج السرب وحيدا منطلقا مندفعا في هذا الانطلاق المثير. متابعة سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي من يتابع صايب وهو ينفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط ومع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج متابعا ايضا لهذا الانطلاق. المركز الثاني ياتي الفيصل للسهيل بن سليم بن حربي العامري والمهندس مع المركز الثالث بانجازاته بتحدياته ينطلق على مستوى المركز الثاني. المركز الرابع ياتي ضاوي من منصور بن سعيد بن راشد بن رقراق المزروعي يقدم ضاوي على مستوى المركز الرابع خامس الانطلاقات خامس التحديات. يصل أشقر خليفة بن علي بن بخيت المسافري
مع المركز السادس من الجانب الآخر أيضا المنتحر لراشد بن قماش المنصور يصل يتقدم يتسلل مع المركز الخامس بطريقة إلى الصدارة بطريقة إلى المقدمة ومع المركز الثامن زعفران أحمد بن فايز بن غفان اليابري بقمة التحدي والإثارة أبو حمد في هذا الصباح بهذا الانطلاق المثير ومع المركز التاسع وصول مع نهاب سالم بن غانم بن سالم بن راشد المنصوري ومع المركز التاسع الأدهم حمد بن هزيم المسافري عاشر الانطلاقات عاشر التحديات تكرم عينك مع المركز العاشر لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري هذه النتيجة النداء الأخير للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط غادرنا لوحة المتر الأخير الكيل المثير بدأ الرقص مبكرا في هذا الشوط وصايب على الصدارة في المكان الصايب يتقدم ينطلق بناموس هذا الشوط سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي متابعا لصايب المهندس بإنجازاته بتحدياته بسجله المليء بالذهب قادم مع المركز الثاني يقوده حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي والتحديات والسلامات في الحالتين لهالي مرغم مع انطلاقة صايب مع تحديات المهندس اللحظات الأخيرة صايب والمهندس القادم رفع راية التهديد في اللحظات الأخيرة صايب المهندس وصايب والمهندس صايب تهانينا لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي على فوز صايب بالمركز الاول وسلام مرغم سلام المركز الثاني المهندس لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي المركز الثالث ياتي شعاره بن قماش المنصوري راشد بن قماش بن طارش المنصوري المركز الرابع ادهم لحمد بن هزيم المسافري المركز الخامس الفيصل لسهيل بن سليم بن حربي العامري هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية تقدم صايب في هذا الشوط 12 دقيقة 52 ثانية 4 أجزاء من الثانية تهانينا لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي على فوز صايب بالمركز الأول المهندس يصل مع المركز الثاني توقيت الزمني 12 دقيقة 52 ثانية 7 أجزاء من الثانية تهانينا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي واللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام يأتي بهذا الانطلاق 13 دقيقة 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية هو توقيت المنتحر تهانينا لراشد بن قماش بن طارش المنصوري